الأحبة الكرام، الشباب وخصوصا اللي يندفعون زايد ويصرفون تصرفات غلط تسيء لهم والعوائلهم والمجتمعهم، ويحاولون يعني يصرفون تصرفات طيش وينشرون مقاطع فيديو على السوشيال ميديا حتى ممكن يحصلون مشاهدات أو ما شابه، بالتجاوز حتى على ممكن يكون على عنصر أمني أو ما شابه. شاب بعمر الورد وعنده دراجة مشكل عليها هاي الكاميرا، هذه الكاميرا يستخدمها في مقدمة الدراجة وفي مؤخرة الدراجة، يستعرض بالدراجة ويصور وينزل طبعا بوضعيات خطرة جدا وممكن يسبب مشاكل لناس، يعني مثلا عبرا قدامه بنات اثنين راد يضربهن، سيارة سايبر راد يضربها، سيارة كوريلا ايضا، سيارة ثانية صغيرة همين راد يضربها، هاي بالاستعراض بالفيديوهات اللي عنده. يضاف الى ذلك تصرف سيء جدا، استوقفت احد المفارز المشتركة بين النجدة والمحلية وطلبوا من عنده التوقف، وبكل ادب واحترام تعاملوا وياه، ولكن هو ما تعامل وياهم بهذه الطريقة، تعامل وياهم طريقة انه يحاول قدر الامكان انه يصنع مقطع فيديو حتى يتجاوز عليهم به او ما شابه، ونشر مقطع الفيديو وتصور انه ما حد راح يوصل له وراح ينتهي الموضوع. والمصيبة الكبرى عنده مقطع ثاني موجود بتليفونه، هذا المقطع انه يرجع للسيطرة مرة ثانية ويحاول يسيء لهم مرة ثانية، ولكن متابعة وجهود كبيرة حتى وصلنا إليه وتم إلقاء القبض عليه، والآن هو في عهدة الشرطة حتى ممكن يقتصون منه وفق الإجراءات القانونية. شنو اللي صار سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل 4 أيام تقريبا عندنا تعرف بالليل يصير ممارسات دوريات النجدة أبو تشير مع مفارز قسم أبو تشير، هذا الشخص استوقفوا السيطرة، تعرف بالليل نشتغل على موضوع الدراجات ومستقلين دراجات أكثر من اثنين، فوقفوا طلبوا من عدة الوقوف جانب الطريق ويتأكدون من أوراق الدراجة، ما امتثل أوامر السيطرة ولاذ بالفرار. طبعا انتشر إلى مقطع مثل ما ذكرت حضرتك، مقاطع هو عده، هو بصفحتك ومقاطع ايه مقاطع، بس هو آخر مقطع اللي انتشر كلش مال انه تجاوزه، شلون انه ما يمتثل امر الشرطه وما يوعفهم وينهزم، ايه ينزل فد سمايل انه هو عود فد شيء، وهذه اي عود لعب القوات الامنيه. المهم فاحنا شكلنا فريق عمل، طبعا هو بين صورته ووجهه بالمقطع زين، شكلنا فريق عمل دوريات النجده مع قسم ابو تشير، من خلال متابعه الكاميرات ايضا تم القبض عليه ورا يومين تقريبا من ما نزل موضوع التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا تم تقديم الشكوى من قبل متسبين وضباطنا بعدم امتثال الاوامر للسيطرات المتواجده من دوريات النجده، وكذلك هذا يعتبر تشهير بالقوات الامنيه على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوز وما الى اي مبرر هاي التصرفات. يعني 11 شخص اقاموا شكوى عليه تقريبا حسب ما فهمت من ضابط التحقيق، شنو اجراءاتكم يا بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضل السيد العميد بخصوص الحاله، تم القاء القبض عليه بعد ما تشكيل فريق عمل متكامل وتعميم اوصافه للمقطع النشر، تم تدوين اقواله وتم عرض الاوراق على السيد قاضي التحقيق. احنا قضيه تحقيقيه من على قليل، نعم، بس احنا قضيه بعض التصرف قبل ايام اكثر يعني اسبوعين تقريبا، واحد في مركز شرطه الدوره مصور فيديو عود يعني مسدس عود وده يختال واحد ويخطفه ومصور الفيديو وكأنه تمثيل حتى يحصل مشاهدات، واحد يجيب له حيوان ويقتله ويصرف فيها تصرفات بشعة ويقطعه حتى يجيب مشاهدات، واحد يسوي نفسه أنه يتجاوز ويهين والده حتى يجيب مشاهدات، هذا يتصرف هالطريقة هذه يتجاوز على سيطرة ويصور أنه عود هو وانهزم من عندهم عود راح يعني يتكررها ويبقى يتصرف هالطريقة هذه ويسوي استعراضات، وين رايحين؟ للأسف أغلبية الشباب الجيلة والأصغر من عنده يستخدمون هاي الطريقة، الغاية من عندها الشهرة لأي أي مقطع، سواء أنه سلاح أو دراجة أو لسائل القوات الأمنية أو الغاية من عندها السيطرات، فتعاملنا راح يكون عسير معهم، وإن شاء الله أي حالة مثل هذا القبيل ما تعبر عليها إذا ما يتم القبض عليها.